ما هي الأناركية؟ الأناركية والعدمية هي معتقدات فلسفية أو لنقل إيديولوجيات لا تهتم بوجود الحكومات، بمعنى أنها ترى أن من الأفضل عدم وجود حكومة على الإطلاق، وتعول في تفسيرها لهذه الفلسفة على أن كل الحكومات بشكل عام قمعية ومتعسفة، ولذلك لا بد من التخلي عن فكرة إدارة المجتمعات بمعرفة هذه الحكومات. حسب قاموس ميريام ويستر، فإن الأناركية هي نظرية سياسية تحمل جميع أشكال السلطة الحكومية على أنها غير ضرورية وغير مرغوب فيها، وتدعو إلى مجتمع قائم على التعاون الطوعي والارتباط الحر بالأفكار والجماعات. هناك أشكال مختلفة من الفوضوية. توحيد هذا التنوع هو النقد العام للسلطة المركزية والهرمية والسلطة، وبالنظر إلى أن السلطة والمركزية والتسلسل الهرمي تظهر بطريقة مختلفة وفي مختلف الخطابات والمؤسسات والممارسات، فإنه ليس من المستغرب أن يتم تطبيق النقد الفوضوي بطرق متنوعة. نشأة الأناركية. ترى كل من الأناركية والعدمية أولوية تدمير كل شيء، تدمير الحكومات وتدمير المجتمعات، على أن يكون هذا التدمير دوريا لتبدأ بعد كل مرة تدمير إعادة السلسلة من بدايتها. وتضيف العدمية على الأناركية مفهوم آخر يتمثل في تدمير كل ما يرتبط بالمفاهيم التقليدية وبالأخلاق واستبدالهم بالعنف والإرهاب. وجدير بالقول أن بدايات ظهور الأناركية ومن بعدها العدمية كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالاشتراكية، حيث بدأ الأناركيون ومن بعدهم العدميون أول ما بدأوا بتأييد دعوات الاشتراكيين للثورة وتطهير المجتمع والتخلص من الحكومة، وكان ذلك في الفترة ما بين أوائل إلى أواسط القرن العشرين. لعل روسيا هي صاحبة العلاقة الظاهرة والطويلة مع أفكار الأناركية والعدمية أو اللاسلطوية، حيث أن أوائل أبرز أعضاء الفرقتين كانوا من الروس، وعلى رأسهم ميخائيل باكونين الذي لقب لاحقا بأبو الأناركية، إلى جانب أن العدميين الروس كانوا أصحاب همة ويد عليا فيما شهدته البلاد من هجمات إرهابية في الفترة ما بين نهايتي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وهي الهجمات التي أسفرت من ضمن نتائجها عن اغتيال القيصر الروسي ألكسندر الثاني في سنة 1881. الخلاصة أن الأناركية عبارة عن فلسفة اجتماعية تنحي إلى هدم فكرة الدولة واعتبارها عديمة الفائدة وضارة وغير مرغوبة، وفي المقابل لا بد من تشجيع إقامة المجتمعات العديمة الجنسية أو المجتمعات اللاسلطوية التي يقضى فيها نهائيا، أو على الأقل يتم تقليص الاعتماد على سلطة الحكومات لتسيير العلاقات بين الأفراد والمجتمع، وترك المجتمع بدون قيود سلطوية لقوانين أو لحكومات.